نور، الشباب عامة والطلبة الجامعيون خاصة بيكون لهم حاجة لفرصة العمل لحتى تكون مؤمنة لهم، الحاجات مثل ما حاجتهم الضرورية للغذاء واللباس ونفقات التعليم، ممكن يكون في غايات كمالية بتتطلبها مرحلة الشباب لدفع نفقات مختلف الأنشطة، بين هم التخرج وفرص العمل، مساعي عدة رح نتوقف عندها اليوم وأكيد رح نحكي عليها بشكل أكبر. أكيد سلمى، رح نسلط الضوء عليه أكثر ونناقشه مع الدكتورة تغريدة مسلم، دكتورة في علم الاجتماع وأستاذة في جامعة دمشق. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك على الشاشة الأخبارية السورية. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك دكتورة. صباحك. خلينا نبلش معك بالبداية، لأي درجة اليوم شبابنا يمكن بيوقعوا بهم ما بعد التخرج؟ شو ممكن يصير؟ شو ممكن نعمل؟ هذا التفكير بهي المرحلة الأخرى اللي هن مقبلين عليها. الحقيقة هذا الهم الأكبر للشباب اليوم، اللي هو هم فرصة العمل وتأمين الحياة، تأمين مستلزماتهم المادية وإيفاء باحتياجاتهم وسد احتياجاتهم واعتماد على ذاتهم. هذا الهم الأكبر للشاب بمرحلة الجامعة أو عند دخوله الجامعة. فمنذ بدايته، منذ دخوله الجامعة، من بداية الأيام الأولى يتطلع إلى مستقبل مشرق، إلى مستقبل جميل وواعد، ويبدأ يخطط ويحلم بمكان للعمل وبفرص مميزة، لكن سرعان ما ينصدم بالواقع والفرص المحدودة والإمكانات المحدودة للعمل، سواء كانت الفرص بتخص اختصاصه أو سواء كان بالعموم أي فرصة عمل. يمكن الأحلام بتتبخر بعد مرحلة التخرج، لهيك كيف فينا نأسس شبابنا اليوم، يمكن قبل مرحلة التخرج وقبل مرحلة الجامعة، نأسسهم يمكن المرحلة الإعدادية؟ صحيح. أنه نوعا ما نحن رح يكون في عنا بعد التخرج احتمالات لفرص العمل، بس هي فرص مو كتير كبيرة، لأنه اليوم عم نشوف المهندس ممكن يكون شوفير تاكسي، يعني جميع الناس عم تشتغل خارج نطاق اختصاصها. صحيح، لأنه نحن بالأسرة وتربية الأبناء والأمل المطلوب من الأبناء تحقيقه، اللي هي تحقيق آمال الآباء والآباء والأهل، بأنه الولد أو الشاب يكون دكتور أو مهندس، وكل اهتمامات الأسر تلاقيها انه بهدول الاختصاصين، انه هون ليحقق مكانه اجتماعيه، لانه هالاختصاصين بيجيبوا دخل للشاب وللاسره وغيرها. لكن هذا يعني تفكير خاطئ، هذا اللي بيخلي الشاب انه يسعى ويركض وانه يجتهد لحتى يجيب علامات عاليه، لانه دخول طب او هندسه بيحتاج الى تحصيل عالي من الدرجات العلميه، وهذا بقى هون بيقع الطالب بمرحله يعني البكالوريا بهم وبأزمة، بتكون هالأزمة لإله وكمان للأسرة، بأنه لازم ينجح ويجيب، مو بس نجاح، نجاح يعني العادي ما بيعني أي شيء، وإنما بده علامات عالية. لهيك لأنه بتلاقي الطلاب تختلف نتائجهم بالتاسع والبكالوريا اختلاف كبير، يعني النفسية بتلعب دور، البيئة بتلعب دور، التحضير النفسي بيلعب دور. صحيح، لأنه نحن على طول عم نوجههم بدنا نجاح وبدنا علامات عالية، وبيكون في تبعية كبيرة من الشاب للأسرة، يعني الأسرة بتحاول على طول إنها خلي هالشاب الصغير تابع لإله بطريقة الدراسة، بالمصروف، بالتفكير، بالمسؤوليات، بكل شيء، وبالتالي هي عم توجهه وتعمل انقياد لهذا الشاب، ما عم تترك الشاب على راحته يطلع كل القدرات الإبداعية الموجودة عنده، يطلع كل الطاقة الموجودة عنده، لأنه مرحلة الشباب من أهم مزاياها اللي بتتسم فيها هي الطاقة والنشاط والقوة والحركة والحرية، كل هالسمات هي من سمات مرحلة الشباب. احنا بنيجي بالأسرة منقيد الشاب ومنحدد المسؤوليات، ما بنعطيه المسؤولية، لازم كل اهتمامه يكون منصب على الدراسة، وكمان مو بس الدراسة، احنا بنوجه شو بده، يعني انت لازم تفوت هذا، يعني من هو طفل بنقول له هاد دكتور، وهون هاد الغلط يمكن دكتورة، يعني نحن عادة بنخفف او بنقلل فرص الاختصاصات اللي ممكن يدخل الى الطالب، بنحصر له اياهم. صحيح. مثلا طب، صيدلة، هندسة، كذا كذا. صحيح. فبيصير حتى يمكن هو ما بيحاول يدرس ميوله. مزبوط. يعني قد يمكن نحن بحاجة ليكون مع الأهل بفترات معينة، إنه درسوا ميول شو ممكن يكون الأبناء بدهم حتى ينجحوا بهذا الاختصاص، ما يكونوا. صح. يعني حتى إنه والله عملوا بس مشان أهلهم. صحيح. أو والله دخل بس مشان أهله دخل طب أو صيدلة أو
صحيح، هذا هو يعني هذا واقعنا المعاش، انه نحن بدنا بنوجههم باختصاصات معينه بغض النظر شو امكانيات هالولد وشو توجهاته، شو هي مواهبه، شو هي هواياته، شو الاشياء اللي بحبها. لا، نحن بنغفل كل هذا الشيء وبنوجهه مثل الاله باتجاه معين، وهذا بيؤدي للفشل، وهذا بيؤدي لانه كمان هو ما يبدع بالمجال اللي هو دخل فيه. وكم عدد من اللي رح يدخلوا طب وصيدله وهندسه؟ عدد محدود هو اللي يعني من نسبه الطلاب او من نسبه كل الاختصاصات. واذا احنا بدنا نوجه بهدول الاختصاصات المحدوده، ما حال الاختصاصات الاخرى؟ نحن بحاجه الاختصاصات الاخرى. وهي نقطه مهمه دكتوره، لانه كمان في عندك مجالات مهمه كثير بالمجتمع احنا ما فينا نعيش بلاها، مثل النجار، الحداد، صحيح، الباطون، الخياط، كمان كلها مهن يمكن مهمة، يعني مش ضروري تكون دكتور لترفع اسم عيلتك بالعالي، ما لا قضية. في عنا نجار، في عنا حداد، نحن ما فينا نعيش بلا هدول الأشخاص، يعني لهم عامل كتير مهم بحياتنا. مهنة بس تحبها على الأقل. تماماً. يعني هاي المهن هدول نحن يعني موضوع التعليم المهني له الدرجة الأقل عنا، يعني الفاشل هو اللي بيدخل تعليم مهني، هاد نظرة المجتمع بالعموم لإله، لكن الحقيقة التأهيل التعليم المهني هو أساس تقدم المجتمع، هو أساس الصناعات، يعني وأساس الصعب، بيحتاج إلى إمكانيات عند الطالب لحتى يدخل هالتخصص، لحتى يمارس مهنة النجارة أو الحدادي أو إنه يصنع سيارة أو يصنع يعني أي آلة من الآلات. فالاختصاصات المهنية هي مطلوبة وضرورية، لكن نحن بنعطيها الاهتمام الأقل، وبنعتبر إنه مين طالب ما بيحق له يدخل عامة هو اللي بيدخل تأهيل مهني، بيدخل للمدارس المهنية، وهون بيكون نحن اخترنا الفاشلين، وبالتالي حكمنا على هالاختصاصات بالفشل. نجي بعد ما دخل الطالب يعني مرحلة الجامعة، دخل اختصاص على الأغلب هو نتيجة المفاضلة، على الأغلب هو يعني كثير احنا بنسأل طلابنا ليش دخلت هذا الاختصاص، هذا اللي طلع لي، هذا اللي طلع لي، هذا جوابه. يعني مع تنهيدة بتحسيه، لأنه كمان الخيارات أصبحت محدودة بارتفاع العلامات الكبير. صحيح. يعني اليوم عم نشوف الاختصاصات فرق علامة أو علامتين من العلامات التامة. صحيح في عندنا كم هائل من الطلاب يدخلون الجامعات، بس بنفس الوقت العلامات جدا عالية للطلاب، يعني هي نقطة كمان مهمة. يعني الخيارات بتكون محدودة، الفرص محدودة، لأنه كمان بتفرض عليك طبيعة التعليم نوعا ما. صحيح، هي الفرص محدودة لأنه عم بيكون في كم كبير باتجاه اختصاص معين، فهالاختصاص ما بيحتمل كل هالتدفق الكبير من الشباب على هالاختصاص، وبالتالي يعني نحن لابد من إنه يكون بالأساس من التربية، سواء كان بالأسرة ولا بالمدرسة، يكون في توجيه، حتى من الوزارات مطلوب هذا الشيء، إنه توجيه باتجاه التعليم المهني حتى يكون تتساوى أو يكون هناك تعادل بتوزيع الاختصاصات وتوزع الشباب على هذه الاختصاصات. وتوزع الاختصاصات هذا بيؤدي لنهوض المجتمع بكل دعائمه بدون التركيز على جانب معين، وبالتالي نكون احنا فاشلين بالجوانب الاخرى. صحيح. اكيد. ويمكن دكتوره هلا اذا بلشنا بمرحله الجامعه، كثير يمكن بمر عليكم طلاب جامعه داخلين فرع ما هم رغبانين فيه. اكيد هون في صعوبه حتى بتلقي المعلومه، ممكن اشخاص يقعدوا بجامعه سنين طويله لانه هن ما حابين الشيء اللي عم يدرسوه او مجبورين عليه. صحيح. كيف نحن بنقدر خلينا نقول شوي اما نعيد توجيه هذا الجيل او هدول مجموعه الشباب اللي دخلوا من دون ما هن يكونوا رغبانين هذا الشيء، او كيف ممكن نتفادى شوي هاي المشكلة؟ الطالب اللي عم بيدخل اختصاص يعني ما بيتناسب مع إمكانياته، ويمكن هو ما بيحبه هذا المجال، ما حيبدع فيه. إذا نجح ومشي الحال وتخرج، رح نشوف إنه هو ما عم يمارس المهنة، وإذا كان يعني ما عنده الإمكانية بنشوفه فشل، وعلى الأغلب بنشوف فيه ببلش الطلاب تحول من فرع إلى آخر لأنه ما أثبت وما تمكن من النجاح، وما تمكن إنه هو يمشي بهذا الاختصاص اللي هو دخل فيه لأنه ما بيناسب إمكانياته، وما ما بيناسب يعني رغبته وطاقته الذهنية وغيرها. فبالتالي بنشوف لذلك نحن لابد من انه يكون في اعاده نظر
بالمفاضلة وبدخول الطلاب إلى الجامعة. هاي نقطة مهمة، إعادة النظر بالمفاضلة، يعني مع ترتيب السنين السنوات السابقة لما ارتفعت المعدلات، لما صارت النسبة مش مئوية، نسبة 2000 وشوي على الفواصل كانت تحدد مصير الطالب. مصير هاي طالب. نقطة كتير مهمة. نحن كل فترة بفترة دائما بيكون في اختلاف بطرح المفاضلة، إن كان مثلا بطريقة الطرح كان قبل مادتين بالعلم بترفعيهم إذا جبتي 90% ممكن. في هون كمان مسؤولية على وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي، فينا نقول يعني المفاضلة هي بتحدد مصير الطالب. أنا بلحظة يمكن مش علامة بتغير مصيري بشكل كامل. صحيح. هي يعني جزء عشر من العلامة عم بتغير مصير الطالب، وهون الطالب يعني المجتهد وجايب علامات بجهده يعني بيكون آثار النفسية كتير كبيرة عليه، يعني بتسبب له مشاكل كتير كبيرة، بينما ممكن حتى بهذا الوقت الحالي خاصة فترة الأزمة نلاحظ أن الطلبة تحصل على علامات بجهد أقل من الطالب اللي هو يعني فعلا بذل جهد وجاب هالعلامات، وبالتالي عم يكون حصة يعني اللي حصل بين عن نجاح بسهولة أكثر بكثير من الطالب اللي هو اجتهد وتعب. فهون بيكون نحن يعني خسرنا طالب أو شاب كان هو مهيأ أنه يكون ناجح بهالفرع، ودخل على هالفرع كمان شاب هو لا يستحق على من هذا الفرع. بس أنا كمان عم بحكي عن اثنين. صحيح، بس أنا عم بحكي عن تغير طرح المفاضلة العامة. يعني سابقا كانت المفاضلة فيك تفاضلي عليها سنتين متتاليات، هلا صارت سنة فقط. سنة من السنوات ما بذكر ايمت 2006 ولا 2007 التفاضل على مادتين علميات، يعني صح. دائما في طريقة الطرح طريقة. والطالب بيكون هو الضحية يعني. يعني انا بقول لما بدي اخذ يعني المفاضلة بطريقة طرح جديدة لازم اخذ معها جميع المعايير المحيطة، ان كانت للطالب وللمادة، يعني للاختصاص علاماته بتهيئه ولا لا. يعني دائما في هذا السؤال يمكن انا عم حاول اساله عن لسان كثير من الطلاب اليوم. صح. يعني هو الحقيقة إذا أنا شخصيا مع أنه الطالب يدخل الفرع اللي هو بيحبه وبعدين ينترك له يعني ترك له المجال، هو إما بينجح أو بيفشل، يعني هاد تكون مسؤوليته. لكن إحنا لما بنحدد مفاضلة ونحدد علامات لدخول هالفروع هاي، هاد إحنا عم وجه أنا الشباب ممكن عم وجهها توجيه يعني مخالف لرغباتها ولا لإمكانياتها. وزارة التعليم فترة يعني السنوات الأخيرة بدأت تتوجه بأكثر معين للتسجيل المباشر، انه الحاصل على هالمستوى من العلامات بإمكانه يدخل تسجيل مباشر بدون الخضوع للمفاضلة. هذا الجزء كان خطوة منيحة، لكن نحن نتمنى انه نوصل مثل الدول المتقدمة انه كل شاب يختار الشيء اللي بحبه، يختار الفرع اللي هو بناسب إمكانياته وبناسب رغبته. أول سنة جامعية هي تحدد يبقى في هذا الفرع أو لا. هو كان عنده الإمكانية، يعني عنده الإمكانية الذهنية والإمكانية في الاستيعاب والفهم أنه ينجح بهذا المجال نجح، لكن إذا ما كان عنده الإمكانية أكيد رح يرسب، ما حيقدر يكمل يعني الأربع أو الخمس سنوات اللي دخل فيها. فأنا بترك هالمسؤولية على الطالب، خليه يدخل الفرع اللي هو بده إياه. وأنا ليش لبل طارق هم البكالوريا يعني أزمة يعني للأسرة بعمومها، يعني الأسرة بتعيش أزمة من أول يوم الاهل كلهم مستنفرين بيستنفروا، وبصير استنفار والجو كله للطالب والاكل كله على ذوق الطالب، وكل شيء بدنا نهيئ يعني كل الاهتمام لهذا الطالب، وهذا الشيء يعني بيعمل له ضغط، يعني خليه يحس انه هو انا بوضع غير طبيعي. البكالوريا هي يعني شهاده مثل اي شهاده، يعني هي مرحله، هي صف مثل كل الصفوف، بده دراسه، بده تركيز، يمكن بده جهد اكثر، لكن هي الطالب اللي بيصير انه بالبكالوريا في مواد بدها حفظ، يمكن اللي خفف نوعا ما التعليم المفتوح بعلامات اقل يعني نوعا ما للطالب هذا الضغط النفسي فينا نقول. هلا يعني نحن صار عندنا يعني فرص كبيرة أمام الطالب في تعليم موازي، في تعليم مفتوح، وفي الجامعات الخاصة. الجامعات الخاصة هلا نوعا ما أسعارها جدا مرتفعة، بس بتلاقي الموازي أو المفتوح خففوا ضغط نفسي على الأهل وعلى الطلاب. يعني نوعا ما إيه، إنه أنا فتحت مجالات، فبالتالي إنه ممكن يكون في تخفيف ضغط على الطالب إنه أنا ممكن أدخل، لكن بالعموم هي مكلفة يعني بوضعنا الحالي، كل إن كان تعليم مفتوح أو موازي أو جامعات خاصة كوضع اقتصادي حالي للأسرة يعني مو بالأمر السهل.
سهل انه يدخل ابنه. نحن لهالجامعات او لهالاختصاصات بالعموم نحن التعليم بسوريا يعتبر تعليم مجاني من مرحله الروضه الى مرحله التخرج، هو مرحله هو تعليم مجاني، ما بتتكلف الاسره اي نفقات، وبيدرس الطالب يعني باقل التكاليف، يعني شيء بس مصروفه الخاص هو اللي عم يدفعه، اشياء رمزيه كثير عم يدفعها بالتسجيل ولا ان كان للكتب او المحاضرات. فما على الطالب الا انه يجتهد ووفق للظروف اللي هو عم يعيشها يتكيف مع هالظروف ويتكيف مع الفرع اللي هو دخل فيه ويدرب يشتغل على نفسه يطور نفسه يزيد من تحصيله المعرفي ويزيد من تحصيله يعمل لنفسه خبرة أو يسعى إلى أنه يكون عنده خبرة من خلال أنه هو يدرب نفسه يعمل دورات تدريبية ويحاول أنه يلاقي فرص عمل ولو كانت يعني ما كثير بتلبي طموحه، لكن هالفرص هي بتعطيه خبرات بتأهله لأنه يدخل سوق العمل بعد التخرج بقوة وبثبات. أكيد. ويمكن دكتورة لازم ننوه أنه إحنا بهذا الوقت سوق العمل اختلف، يعني كمان صار في متطلبات جديدة، هذا الشيء يمكن فتح مجال قدام أفرع جديدة. صحيح. وخصوصا في إعادة الأعمار صرنا عم نشوف سوق العمل يعني عنده كتير صار مجالات واسعة ممكن يدخل فيها، هذا الشيء قدام ممكن يعمل حافز لعدد من الاختصاصات يلي بفترة معينة حسوا حالهم أنه هنن ما لهم وجود. هلا بهالوقت هذا يمكن صاروا هنن أكتر شيء بحاجة لهم نحن، يعني هلأ سوق العمل صار مفتوح أمام الشباب، يعني في عنا شركات موجودة بمرحلة إعادة الأعمال رح يكون في شركات كمان أكثر، رح يكون في فرص عمل أكثر، بالإضافة إنه التطور التكنولوجي المتسارع كمان هذا عم يخلق فرص عمل كتير كبيرة. يعني كتير منشوف نحن الشباب والصبايا عاملين مواقع على النت وعم يبيعوا ويشتروا وعم يعملوا شركات وعم يعملوا بزنس وعم يكون كمان هذا الأفق مفتوح أمامهم انه هن يدخلوا هالعالم الواسع، لكن ما بيتطلب الا انه هن يطوروا من ذاتهم شوي. يمكن مثل ما قالت سلمى ظروف الازمه كانت صعبه، بس يمكن خلقت للشباب اليوم نوع من التحدي، يعني بتلاقي الشاب ضمن مجال دراسته عم يدرس لا بس عم يحاول كمان يلاقي فرصه عمل لنفسه من خلال نفسه، يعني من خلال مشاريع صغيره، من خلال اعمال التطوع، من خلال الجمعيات. خلينا دكتوره بالختام نعطي نصائح عامه للاهل وللشباب حين اختيار الفرع الجامعي، كيف نهيئ شبابنا اليوم. معنا هي صعبة انه لو ما طلع لنا الفرع اللي نحن بدنا اياه ممكن نبدع بمجال اخر ضمن امكانياتنا وقدراتنا. صحيح. يعني نصيحتي للاهل انه اتركوا الشاب او ابنكم اتركوه على راحته يختار الفرع اللي هو بيناسبه، التخصص اللي هو بيتناسب مع طموحاته مع احلامه مع امكانياته. ما انا كثير مشكله ولا كارثه اذا هو دخل اقتصاد او دخل علم اجتماع او دخل اي فرع من الافرع، لانه هون رح ينجح ورح يتميز، مو ضروري انه يكون دكتور لحتى يكون مو بالضروره لما يكون عمره 3 سنين بابا شو بدك تصير بدي يصير دكتور يعني حرام. هو ما بيعرف لسه يمسك القلم بس من هالقد ما بيعرف شو يعني دكتور يعني، لكن خلص زرعوا دكتور صارت عنده مشكله يعني بقى من كلمه دكتور لازم يصير دكتور. لا انا بتمنى من كل الاهالي يتعاملوا بكل موضوعيه، يخرجوا من هالآلية التفكير التقليديه اللي هن يعني رسمت باذهانهم، يتركوا الولد يحقق طموحاته، الولد ليحقق طموحاته ليس ليحقق طموحاتنا نحن، وان شاء الله يعني المستقبل امامهم كبير ومستقبل سوريا هي بمستقبل شبابها، وان شاء الله يكونوا كلهم موفقين ان شاء الله يا رب. دكتوره تغريد مسلم دكتوره بمجال علم الاجتماع واستاذه في جامعه دمشق، نشكر وجودك، شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتوره. شكرا. واكيد نوجه تحيه لكل الشباب السوري اللي رغم كل الظروف اللي عم يعيشوها اثبت انه هو شباب قد المسؤوليه وقد الحلم. شكرا قد الحمل. شكرا كثير لك دكتوره. شكرا لكم. بالفعل شبابنا شباب واعي واثبت وجوده أما بأثناء الأزمة وأمام هالحرب اللي نحن عم نواجهها، وبالنهاية بقول الرحمة لكل شبابنا ولكل شهداء الجيش العربي السوري لكل شهداء سوريا. أكيد الرحمة لأرواحهم. أما هلأ